بكلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الحوثية، خرج اليوم الخميس زعيم ميليشيات الحوثي الإرهابية في خطاب مضطرب ومهزوز خالي من ملامح الاستقرار النفسي والسلام الداخلي جراء الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها القطاع المصرفي الممول لجماعته الإرهابية نتيجة القرارات الاقتصادية الحازمة التي اتخذها مؤخرا مركزي عدن ضد النشاط المالي الغير مشروع للجماعة الانقلابية. زعيم الميليشيات وفي خطابة الأسبوعي الذي تابعت محررة مأرب بريس، جدد توسله للرياض من خلال رسائل النصح الممزوجة بعبارات التهديد الفقاعية قائلا: نحن ننصح ونحذر السعودية من عواقب خطيرة وخسارة بكل ما تعنيه الكلمة إذا استمر في مسار البغي والعدوان، حسب قوله في إشارة إلى مخاطبة السعودية للتدخل لدى الحكومة الشرعية بإيقاف القرارات الصادرة مؤخرا من البنك المركزي والتي قضت بتوقيف عدد من البنوك التجارية في صنعاء عقب انتهاء المهلة الممنوحة لها بنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن. وتابع: إذا كان السعودي مستعد أن يضحي بمستقبله وأن يخسر خططه الاقتصادية من أجل الإسرائيلي والأمريكي، فلا جدوى لخطط 2030 ولا لخطط تطوير مطار الرياض ليكون من أكبر المطارات في العالم. وأضاف: تورط السعودية سيطيح برؤية 2030 ومشروع تطوير مطار الرياض وكل خطوات النهضة الاقتصادية، في إشارة إلى عزم جماعته على انتقاء أهداف اقتصادية خلال تصعيدها المرتقب ضد المملكة منها مطار الرياض. زعيم الميليشيات كرر عبارات التهديد والوعيد قائلاً: على النظام السعودي أن يفهم ويدرك أن أصوات الملايين يوم الجمعة الماضية قد وصلت صداها إلى القارات السبع تحمل تحذيراً جداً. ومضى: الأمريكي يسعى إلى توريط النظام السعودي عسكريا بدلا من حلبه اقتصاديا فقط. وعن مسار تصعيد جماعته الانقلابية ضد حركة الملاحة البحرية، قال زعيم الجماعة الإرهابية بأن ميليشياته ستنقل مستوى تصعيدها بشكل متصاعد إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. وفي 30 مايو أيار 2024 تفاجأ الحوثيون بصدور القرار رقم 20 الذي اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات. منذ عام 2016 إبان نقل مقر البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثيين عليها بقوة السلاح، والمحاولات مستمرة لإقناع الجماعة للإيفاء بالتزامات البنك المركزي وتوفير الشروط الملائمة لممارسة النشاط المصرفي بكل حيادية وشفافية في المناطق التي يسيطرون عليها، وفقا للدكتور أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني. يضيف الدكتور أحمد: البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات لعل الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر في المجتمع الدولي، ويوفر الحد الأدنى من الظروف الملائمة لعمل القطاع المصرفي.